أهلا وسهلا فيكم، حلقة جديدة من حلقات Easy for You. بهي الحلقة أحب أحكي عن تغيير اللغة للغة العربية. هلق لغة البلاي ستيشن 4 عندي باللغة الإنجليزية، بنحولها للغة العربية. كيف فينا نعمل هذا الشيء؟ بنطلع لفوق، كبسي لفوق، وبعدين على اليمين نجي على شيء اسمه Settings. هي الحقيبة مثل ما شايفينها، نضغط عليها X، ننزل لتحت بالقوائم شيء اسمه language، بعدين system language، نضغط بالإكس، ننزل لتحت للغة العربية، تمام. وهيك تحولت للغة الجهاز للغة العربية، حتى القوائم كل شيء عندنا صار باللغة العربية. وأهلا وسهلا فيكم.